ازيكم؟ الفيديو ده هناخد تاني خطوة من خطوات حل المشكلة، واللي هي algorithm preparation أو تجهيز الخوارزمية اللي أنا هشتغل بيها. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن طرق يعني أو تعريف المشكلة، اللي هي أول خطوة تعريف المشكلة، وقلنا إيه هو ببساطة تعريف المشكلة. إن أنا أعرف الانبوتس اللي عندي والعمليات اللي أنا هعملها على الانبوتس دي، او المدخلات اللي عندي دي ايه العمليات اللي انا هعملها عليه، اذا كانت جمع او طرح او ضرب او قسمه او كذا حاجه مع بعض، وفي الاخر الايه الناتج اللي انا محتاج اطلعه. تمام، يبقى اول حاجه في تعريف المشكله عرفنا اتفقنا ان احنا لازم يكون عندنا، تمام نجيب كده الانبوت والعمليات اللي احنا هنعملها والاوتبوت. تمام، فنخلي بالنا او نفتكر، واللي ما شافش الفيديو اللي فات يشوفه اللي هو تعريف المشكله. ايه بقى اللي هناخده النهارده في تجهيز الخوارزميه، او ايه يعني ايه خوارزميه؟ او نسال نفسنا يعني قبل ما نيجي نذاكر اي حاجه لازم نفهمها الاول، ما نقعدش نحفظ وخلاص. يعني لو انت لو حفظت تعريف الخوارزميه حلو هتحفظها وبعد كده هتنساها، لكن لو فهمتها كويس تمام هتقدر انت ببساطه تعمل انت التعريف الصح ليها، حتى لو مش زي الكتاب بالظبط تمام، بس التعريف الصح ده لو فهمته. ايه بقى هو الالجوريزم ده او الخوارزميه دي؟ دي بقى احد الطرق المستخدمه اللي بنقدر نحل بيها المشكله، تمام، عن طريق خطوات منطقيه مرتبه، يعني خطوات محسوبه كل حاجه فيها هي ايه، كل حاجه كل خطوه بتعمل حاجه معينه. تمام، دي بنسميها خوارزميه او الخطه اللي هنمشي عليها. مش احنا قلنا لما نيجي نحل مشكلة بنحط خطة مرتبة ترتيب منطقي؟ تمام، هي دي بقى الخطة اللي انا همشي عليها. تمام، يبقى الخوارزمية تمام دي الطريقة اللي بنقدر نحل بيها المشكلة. تمام، احنا يعني ده ايه، دي الخريطة اللي احنا هنحطها لنفسنا عشان نحل المشكلة دي. تمام، عن طريق اكتر من حاجة، يعني عن طريق يعني الخوارزمية دي ممكن يكون لها اكتر من شكل. تمام، احنا هناخد في الجزء ده يعني او في الفصل ده اللي احنا نستخدم خرائط التدفق اللي هو الفلوت شارت، تمام، عشان نوصف بيها الالجوريزم ده. يبقى احنا هنا الالجوريزم طريقه حل المشكله مرتبه ترتيب منطقي، تمام، خطوات مرتبه ترتيب منطقي عشان نحل بيها المشكله. تمام، وليها شكل معين. الشكل ده احنا هناخده في حاجتين، يا اما كلام مكتوب تحت بعضه تمام اسمه سودو كود، تمام، او خريطة التدفق. حلو جدا. ايه بقى خريطة التدفق دي؟ يعني ايه بقى هي خريطة التدفق دي بقى؟ انتوا شايفين ايه قدامكم؟ تمام، شوية اشكال، تمام، ليها شكل معين، كل شكل ليه وظيفة معينة. حلو جدا، والشكل ده بيعبر عن حاجة معينة. إذا كان بقى هناخد من المستخدم حاجة، هنظهر له حاجة، تمام، ده الفلوت شارت ببساطة. وهنشرح الفلوت شارت على فكرة بعد ما نخلص خطوات حل المشكلة، هنشرحها لوحدها خالص، هنشرح كل شكل بيعبر عن إيه، وهنحل مسائل كتير جدا كمان في فيديوهات بعد كده، بس بعد ما نخلص خطوات حل المشكلة. خريطة التدفق دي بقى ببساطة دي أشكال هندسية ورموز عشان نعرض بيها خوارزمية معينة، تمام، او خطوات هنمشي عليها عشان نحل المشكله. برضو نفس يعني خريطه التدفق اعتبرها دي الجوريزم، نفس تعريف الالجوريزم بس ليها شكل معين وخطوات معينه. ايه بقى فوائد خريطه التدفق دي؟ يعني انا سالتك دلوقتي انت فهمت ايه من الشكل ده، هتقدر تشرح لي تقول لي مثلا ده اللمبه ما اشتغلتش؟ طب بيسالني سؤال، السؤال ده فيه نعم او لا، لو نعم هيسال سؤال تاني، لو لا هيقول لي اعمل حاجه، وهكذا. انت فهمت بسهوله، يعني دي بتسهل علينا ان احنا نقرا ونفهم المشكله. وكمان احنا قلنا هنا بنتعلم طرق حل المشكلات عشان نحلها عن طريق الكمبيوتر او البرمجه، فالخريطه دي بتسهل على المبرمج تمام يفهم المشكله هي ايه ويعرف ايه اللي المفروض يعمله. تمام، وكمان سهل لو انا قعدت قدام حد اقول له انا بعمل في البرنامج ده 1 2 3، فانا اقدر اشرح له سهل جدا. تمام، يبقى كمان اول حاجه بتسهل علينا ان احنا نقرا المشكله او نفهمها كويس، تاني حاجه بتسهل على المبرمج تمام ان هو يفهم المشكله ويقدر يفهمها بسرعه عشان يقدر يكتب البرنامج. تالت حاجه ان احنا نقدر نشرح البرنامج بتاعنا بسهوله.
رابع حاجة إن إحنا نقدر نوثق البرنامج بتاعنا، يعني إيه؟ نعمل له حاجة اسمها documentation، هنشرحها في آخر خطوة من خطوات حل المشكلة. ال documentation دي يعني أنا بظبط البرنامج بتاعي، كل حاجة أنا عملتها فيه إيه وكل حاجة. الفلوت شارت جزء منه، جزء منه عشان اللي هيقرأ ال documentation يفهم البرنامج. يبقى كده نراجع بسرعة، إيه هو الألجوريزم؟ الألجوريزم ده طريقة بنحل بيها المشكلة عن طريق خطوات مرتبة ترتيب منطقي. حلو جدا. تاني حاجة اللي بنقدر نفسر الخوارزمية أو الخطة اللي احنا حاطين بيها دي عن طريق حاجة اسمها الفلوت شارت أو خرائط التدفق. ايه هي خرائط التدفق؟ دي أشكال هندسية أو رموز، تمام، دي بنعرض بيها الخوارزمية، ودي الخطوات اللي هنمشي عليها عشان نحل المشكلة. ايه بقى فوائدها؟ تاني، الفوائد دي بتسهل علينا ان احنا نقرا ونفهم المشكله، وبتسهل على المبرمج ان هو يقدر يكتب البرنامج بسرعه من غير ما يعمل اخطاء كتير، تمام، واللي احنا سهل علينا ان احنا نشرح البرنامج بتاعنا لاي حد. طب هنشرح الالجوريزم بتاعنا ده. دي مشكله دلوقتي ان لو اللمبه ما اشتغلتش، دلوقتي في بيوت ذكيه، تمام، بتشتغل بالبرمجه، يعني اما اكلم البيت اقول له اطفي النور، ايد النور، ايه المشكله اللي موجوده عندك، تمام، ده هنعتبره برنامج صغير من البيت الذكي ده. البرنامج ده غرضه ايه؟ ها انتوا اقروا الفلوت شارت وقولوا لي، تمام. يعني لو حد هيقول زي ما انا هقول دلوقتي كده يبقى هو فهمها صح جدا، وده الغرض من خرائط التدفق، ان هو بتسهل فهم البرنامج او فهم المشكله. ايه بقى هنا؟ بيقول لك لامب دازنت ورك، لو اللمبه مش شغاله ايه الخطوات اللي انا همشيها عشان احل المشكله دي، مشكله ان اللمبه مش شغاله. هسالك سؤال الاول، البرنامج هيسالك سؤال بيقول لك انت موصل اللمبه في الكهرباء، يعني انت دوست على المفتاح؟ لو لا، وصلها عشان تشتغل بس. دي ده طريقه حلنا مشكله اللمبه مش شغاله. طب قلت له اه ايوه انا موصلها، طب هل هي اتحرقت؟ يعني انت شايفها سودة او اي حاجة؟ لو انا شايف فيها اي ضرر معين او كده اقول اه يس فيها ضرر معين، يبقى اقول لك، يقول لك غير اللمبة. لو نو، لو لا، يبقى في حاجة بقى، في مشكلة في الكهرباء، يصلحها، في طريقة تصليح. دي طب اختصار شديد جدا طريقة حل مشكلة. اه طبعا حد هيقول لي مش ده حاجة بسيطة جدا، اه هي حاجة بسيطة جدا، ولازم انت تحل اي مشكلة بالحاجة البسيطة دي، تمام. ممكن على فكرة برضو، يعني عشان لو حد كان عارف خريطة التدفق، ممكن ده يبقى برنامج لوحده تاني، ممكن ده يبقى برنامج تاني، مش شرط يكون اخر نهايته كده بس. لا، انتوا شايفين هنا طلع من سؤال لسؤال تاني، وممكن من سؤال يطلع لسؤال تالت. فده ببساطة الالجوريزم. الالجوريزم طريقة مرتبة ترتيب منطقي اقدر امشي عليها خطوة خطوة وانا بقى عشان اقدر احل المشكلة، تمام. وبكده النهاردة خدنا ازاي او نفهم ايه هو الالجوريزم ده.